باريس، معا نصنع المستقبل. صباحك سعيد زميلي كريم، كيف حالك الصبيحة؟ الحمد لله. صباح الخير حبيبة، صباح الخير مشاهدينا الكرام، صباح الخير أستاذنا الدكتور عماد. كريم جبت لنا الشتاء معك، الله يبارك. الحمد لله، رحمة الله، رحمة من عند الله. الحمد لله، إن شاء الله ربي يدومها يا رب، نعمة على الجميع. اللهم أمين يا رب. إن شاء الله كريم، قبل ما تبدأ يعني نشرة الجوية لهذه الصبيحة، والله سؤال رأو في نفسي، حبيت نعرف كيفاش احنا مرانا مع نهاية شهر رمضان الفضيل، حبيت نعرف كيفاش جازه هذه الأيام على كريم مرزوق. فعلا يا أخت حبيبة، شهر الرحمة، شهر الرحمة، شهر الغفران، مع قراءة القرآن وأيضا دعاء، كثرة الحمد الدعاء. إن شاء الله ربي يثبت الأجر يا رب. ان شاء الله ربي يثبت الاجر، ان شاء الله يتقبل علينا وعلى كل الامه الاسلاميه جمعاء ان شاء الله. امين. ايضا تفاصيل بعد الفاصل. لا الفاصل خلاص كريم، تفضل. الان شكرا حبيبه. كما قلت، اذا الامطار كانت معتبره فعلا على المناطق الشماليه، سجلنا كميات كانت معتبره خلال ليله الامس، حتى مصلحه الارصاد الجويه اخت حبيبه يوم الامس اصدرت تنبيه عن كميات معتبره تحت وقع الرعود مرفوقه بحبات من البرد تتراوح ما بين 20 الى 40، احيانا تتعدى 50 ملم، وهذا على الولايات الغربيه وكذلك الوسطى. صلاحية النشر على المناطق الوسطى مستمرة إلى غاية أمسية اليوم 6 مساء على كل من العاصمة، ديبازا، البليدة، المدية، عين دفلة، كذلك المسيلة وأيضا الجلفة. إذا كمية الأمطار ستستمر على شكل زخات إن شاء الله طيلة نهار اليوم إن شاء الله على الواجهة الوسطى، كذلك بعض الأمطار غير مستبعدة على المناطق الغربية، ستزداد غزارة على المرتفعات الداخلية والهضاب لتلتحق على الواجهة الشرقية، رعود منعزلة كذلك على السواحل. الأمطار ستمتد أقول إلى غاية شمال الصحراء ومنطقة الواحات مرفوقة بحبات من البرد خلال الأمسية. للإشارة فقط، هناك تنبيه من المستوى الأول عن هبوب رياح قوية من منطقة تندوف نحو بشار، كذلك مناطق الجنوب الشرقي ومنطقة الواحات. درجات الحرارة في تراجع مقارنة بالأيام الماضية تقريبا على كافة المناطق الشمالية خاصة على الهضاب، ننتظر نهار اليوم 13 درجة فقط على ولاية الجلفة، 20 درجة على قسنطينة، 17 درجة على العاصمة، 18 درجة على تيزي وزو والبويرة، 17 درجة على تلمسان، ننتظر 14 درجة على الهضاب العليا الغربية على كل من تيارت، المشرية نعامة والبيض، 27 درجة على بشار، نفس المقياس على غردية، 30 درجة على تامن راسات، 35 درجة أقول على ولاية إليزي، 34 درجة على ولاية تندوف، مقاييس ما بين 36 إلى غاية 38 درجة من الصحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب حتى للملاحة والصيد البحري لنهار اليوم إن شاء الله. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحول الله بحر قليل اضطراب تقريبا على طول الشريط الساحلي، حتى رياح ضعيفة متغيرة الاتجاهات لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة، والبقية تقول إن شاء الله خلال يوم الغد أمطار كذلك ستستمر على المناطق الشمالية، أكثر غزارة على المناطق الوسطى خاصة المرتفعات الداخلية، أمطار على فترات على الواجهة الشرقية والغربية، الأمطار ستمتد إلى غاية منطقة الثورة شمال الصحراء، منطقة الواحات كذلك معتبرة على منطقة الثورة، وأجواء مشمسة على الجنوب الكبير. أما عن درجات الحرارة دائما في تراجع، تتراوح ما بين 12 إلى 23 درجة على الواجهة الشمالية، وما بين 18 إلى 38 درجة على الواجهة الجنوبية. خلال نهاية الأسبوع خلال يوم السبت تحسن في حالة الطقس، خلال صباحة السبت إن شاء الله ضباب كثيف على المرتفعات الداخلية الغربية لتصبح الأجواء مشمسة حتى على شمال الصحراء بعض السحب العابرة، حتى خلال بداية الأسبوع إن شاء الله كذلك نفس الأجواء، إذا أجواء مشمسة خلال يوم الأحد تقريبا على كافة أرجاء الوطن، مع زوابع رملية ستنشط على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب. أما عن درجات الحرارة ستعرف بعض الارتفاع الطفيف على الواجهة الساحلية وتصل لغاية 38 درجة على أقصى الجنوب. عن وقت غروب الشمس لنهار اليوم إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 7:33 دقيقة، ولا أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس ما عليكم إلا زيارة مواقع الأرصاد الجوية. أشكركم على المتابعة، لنا تذكير ثاني بعد لحظات والعودة لحبيبة بعد الفاصل.